قصتنا قصة شارع الله يعين لي سامع هم وفخر وطفر. اهلا وسهلا بكم بهذه الحلقه الجديده من الموسم الرمضاني لحكي جرايد حكي قطايف واللي راح تكون عن الاسعار في رمضان. احنا بنعرف ان الحكومه غلت الاسعار وانه الحكومه مش راضيه تروق علينا وبدها تاخذ كل مصارينا ونفسها ترفع كل إشي حتى نظر عينينا. نعرف هذا الشيء بس المشكله مش الحكومه, المشكله كمان في التجار واصحاب رؤوس الاموال الجشعين اللي بيرفعوا بيرفعوا الاسعار عشان الطلب بيزيد لانه على السلع بيرفع سعر الدجاج واللحمه والعيب والتموين. لا مش هاي المشكله في الناس اللي بتلاقيه عشان رمضان بلش واقفين دور على الخبز دور طوله 20 متر. يعني ليش مثلا ما جبت خبز امبارح؟ عادي جيب مثلا بزياده رغيفين ولازم الناس طبعا تجيب كثير خضروات وينكب وكثير حلويات وينكب وكثير فواكه وينكب وكثير قمر الدين وينكب وكثير عصير وينكب. ليش؟ عشان احنا في رمضان فلازم رمضان لازم يكون في كثير على الطاوله اشياء وعزايم. لا مش هيك رمضان, رمضان مش اكل. انت بتعرف اخويا مجد يعني مثلا انت في رمضان الاكل حتى لو زاد عن عدد اللي عازمينهم 3-4 مرات بس يعني يكون زايد ولا ينقص. طبعا اكيد يا اخوي سهولة ننفضح قدام الناس. لا يا سيدي اطبخ على القد لانه عيب. جايين عندك 4 اطبخ لخمسه لسه مثلا مش لك 27 واحد. الناس بتعزمك على رمضان بتروح تلاقي 4-5 مين بياكل كل هذا الحكي 4-5 اصناف. وبعدين الناس مفروض كمان موضوع الاسعار والجيبه ولازم تخف على جيبتك. اللي بيكون بدخن باكيت قبل رمضان برمضان لازم يحرق الباكيتين لانه وبعدين الساعات القليله قبل اذان الفجر يتحول الانسان الى مدخنه. طبعا وانا انتقل الان الى الاعلامي المتميز صاحب الكلمه الحق ضرار العربي. تقويوي لهذا اليوم سيتحدث عن رفع الاسعار. هل سيستطيع المواطن الأردني أنه يكمل بقية أيام شهر رمضان ولا لا؟ هذا ما سنعرفه بهذا التقرير. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو رأيكم برفع الأسعار اللي بصير في رمضان؟ الله يخليك عمي. شو رأيك برفع الأسعار؟ دمار لها المواطنين. يعني ليش بصير فكرك؟ قلت إدارة من الحكومة والشعب باستمرار متهيئ للغلاء. قولوا تنكت البنزين ب20 بقول لك يلا 20 مليح ان شاء الله بتصير 22 مليح. عمي شو رايك برفع الاسعار اللي بصير برمضان؟ والله انا بعتقد انه ما في له مبرر. يعني بصير رفع اسعار في رمضان؟ رفع هاي صار طقس من طقوس عمان انه رفع الاسعار. في غلاء اسعار, في رفع اسعار بدون ما يدري المواطن. يعني انا امبارح بدي اشتري تاع الجلي هذا بقرا عليها 750 مل منزلين 250 مل منها عشان تضل نفس السعر. عمي شو رأيك برفع الأسعار اللي بصير برمضان؟ احنا مش مسلمين بحيث انه فعلا نسوي زي رمضان مثل ما بده رب العالمين. احنا رمضان عندنا الأكل والشرب فقط. لقد رأينا بهذا التقرير رأي الشارع الأردني بخصوص رفع الأسعار. بدل ما تنزلوها في رمضان بترفعوها بزيادة. المواطن الأردني لا عارف يعزم ولا عارف يساوي شيء ولا عارف يجيب. يعني أنا مش فاهم. خفوا عليه يا أخي. المهم كان معكم ضرار العربي حكي قطايف قناة رؤيا. بس لا جد خفوا, يعني خفوا خفوا على المواطن. المواطن خلص زي ما بدكم تخفوش. وننتقل الآن إلى زكاتك غير علشان تعرف إنه في دايما أشياء إضافية تعملها بالإضافة للزكاة. البلد جد وسخة ومن باب إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لازم ننزل كلنا ننظف عمان. لو كل حدا نظف بس حوالين دقيقتين باليوم. لا دقيقتين بالشهر يا سيدي. يعني حوالين بيتك حوالين محلك حوالين دكانتك هيك بس. طب انت يلا بتغير لوك ويلا على التنظيف. انا المدير. مدير ايش؟ مدير الكيس. انا مدير الكلفزات. تفضل لو سمحت وراي. مدير انا مهندس وانت مهندس. كيف ما وين نبلش رايك؟ وين نروح؟ اشتغل معنا؟ اه نشتغل معك. همش الدوار هون. همش الدوار هون؟ يعني نظل ننظف هون؟ لانه مضرب هواء اصلا يعني. مضرب هواء كل الشوارع كلها بتصب على الدوار. انت مع انه لو 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 الشعب الاردني شوي واعي للموضوع بطل يرمي على الارض بلد تنضف؟ اكيد بتنضف. بس هذه هي المشكله. اكيد بتنضف. ما احنا لازم نحب البلد ولازم ننظفها. طبعا اكيد. ومن مره نفسك بالعجل. انت تحت تحت. تعال تعال. يا امجد مديري قرب. تفضل. لا ايش في شيء للاطفال؟ شيء للاطفال؟ اه يلا منيح. ايش
ليش الوزنك اسمع الاطفال افلوا يا جماعه الخير اللي بده يساعدنا يساعدنا والله الشغل يعني كبير. عادي اي حد يساعد مش راح نقول له لا اللي حاب يساعد بيكون يعني شكرا لا 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 ايوه ايوه الله افتح افتح ممكن ممكن نلعب سله واحنا بننظف مبدئيا نحطهم هون هيك هذا بدها مسطرين هاي بدها صاروخ صاروخ قص في اسنانك في اسنانك جماعه الخير اللي حاب يساعد ما يستحيش يعني ما شاء الله عليكم شباب وبهيك يعني اللي بيشيل كيس لا بتشيل كيس بتشيل بدك كنس انت وانا بنظف بيدي حاولنا ننظف قد ما بنقدر بس اللي عملناه لحاله ما بكفي لا بكفي لانه احنا لازم ننقل هاي العدوى الايجابيه لكل الناس يعني لازم كل قصدي كل الناس تنزل تنظف عمان مش بس احنا لحالنا اه بالضبط كنا راح ننظف لانه هاي بلدنا ولازم ندير بالنا عليها بيتنا بس الكبير شوي يلا حنروح الشغل يلا يا مدير تفضل لازم مدير على حالك انا مدير وانا انتقل الان الى فقره شهريار عشان نعرف صار يا ما صار زيدي في مظاهرات في البلد والناس متجمعة عند الدوار قصدي السوق وليش محنشين؟ لأنه الأسعار ارتفعت أنزل عليهم الخيال خليهم ينهنهوهم وارمي عليهم الرماح المثيرة للدموع اللي عليها صورك يا سيدي ما في داعي ما هي صارت مع واحد والشعب كله قام وطلع مظاهرات بس طلع حدك وحلها تردش عليها سيدي ما انا برد على واحد جارية يعني انا بس خلينا نسمع شو عندها بلكي زميلي حلو طقع جاي ما جاي واحذر شو صار شو اللي صار عندي مظاهرات اريد قمعها ارتفعت الاسعار والشعب كله ثار وطلع الزلم الحدق رئيس الحكومة الفارس المغوار على فكرة إذا رفعنا الكهرباء الناس راح تذوج وإذا ضاجت راح تنزل على الشارع وإذا نزلت على الشارع هذا سيحدث بلبلة لن تحدث البلبلة وكيف ذلك؟ نقنع الناس في الإعلام إنه رفع الأسعار من باب الالتزام الوطني وبعد ذلك الناس ما راح تنزل ما راح تنزل والذي سينزل نبعت له الدرك بنتني هو وراح نفضحه عيب من خونه انت لازم تحترم حالك انت مستصدم محترم على فكرة انت مالك صار لك يومين مش عاجبني انا تعبان من الناس ليه بيكون فاسدين وحرمية وخونة احنا بس مصاصين دماء والنحتياجات ومنحتش كثير سرور اذهب واخطب بالناس وقل لهم ان رفع الاسعار من باب المصلحة الوطنية بعدين نزل شوية اسعار بعدين ارفع اسعار ثانية واعجق الشعب خليه مش فاهم اشي والله يا سيدي انك حاذق مولاي تقدر كمان تقول لهم إنه قيمة العملة راح تنزل وهددهم كمان يا مسرور إذا تظاهروا مرة أخرى لننزلن العملة ونقطعن في رزقهم صح وانا انتقل الان الى فقرة حكي قديم عشان نشوف جرائد زمان شو نشرت في رمضان في السابع من رمضان جريدة الانوار اللبنانية منشط رئيسي رسالة فيينا عن الفشل الاسرائيلي عمليات مراقبة ترافق حشود العدو على حدود لبنان هلا انا ما بعرف شو هي رسالة فيينا بالضبط بس من الاخر في تواطؤ بين المجتمع الغربي واسرائيل فاي شيء بيعمل المجتمع الغربي مع اسرائيل اذا كانوا عم بيغلطوا فيهم فهو عشان يضحكوا علينا واذا كانوا عم بهدلوهم فهو عشان يضحكوا علينا بس بالاخر اسرائيل بتعمل اللي في راسها وفي كمان هون خبر لفت انتباهي مستشار النمسا لا اتفاق مع معايير
والتمسك بقرار عدم استقبال اليهود السوفييت. مستشار نمسا كان مسؤول عن اليهود السوفييت اللي بيجوا من روسيا ومن الاتحاد السوفيتي لاسرائيل اللي كان صهيوني عشان المستوطنات. فمستشار نمسا لما حكى رايه صار يقول انا اعطيت قراري ما في يهود كمان يجوا من السوفييت يروحوا على ارض فلسطين. لهون توقف الموضوع، مع العلم بانه مستشار النمسا يهودي ولكنه ضد مشروع الدولة الصهيونية. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكل اللي سمعونا وللي تابعونا لهلأ. بحب أحكي لكم هيك كلمتين جد، إنه إحنا في رمضان لازم نهذب أنفسنا ونرتب حياتنا وما نتحول لماكينات استهلاكية. يعني مش أشتري 3-4 أضعاف الكمية وأكب الباقي يا جماعة، ما بصير. في ناس محتاجة. رمضان إذا بدك تفكر فيه بالنسبة للأكل والشرب هو يوم عادي، بس قيمته عند المسلمين وعند العرب وقيمته بالنسبة للفقراء والأيتام هذا هو المهم، مش مهم تأكل وتشرب. علشان هيك هذب نفسك وهذب روحك وهذب مطالب جسدك. يعطيك العافية، شكرا كثير. قصتنا قصة شارع، الله يعيني اللي سامع، هم وفقر وطفرانين بطالة في الشوارع. احنا شلة مجانين شايلين السلم بالعرض، خدنا يسار خدنا يمين نطلع لك من تحت الأرض.